الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب حق الزوج على المرأة. منك حقوق دي سبعة اللي قال يا ناس وكلي حقوق المرأة على الزوج بام سومرني، هذا يعني هو حقوق الزوج على المرأة. انت حقوق ديسي ناس ذو كلها. قال الله تعالى إلى يغير الرجال الرب قوامونك وأقوم يوي على النساء. هونك هونك مسؤول بيكيهين مسؤولية هي قال محوى كقوم يان بما فضل الله إلهي وحقه فضل بعضهم قارتون على بعض بركة الأقوم فضل وهي بسوي تفضيل الرجال على النساء بكمال العقل. لا وينكو رجع كعب لبنوي وينكو يعني ونصف الرجل بيناته حق الديانة هي مرحبا ونصف الرجل ويسوما مركة إلهي وفضل الدماء فضل الله بعضهم الرجع على بعض وكفض لي أدوان كاو وبما أنفقوا من أموالهم وحيث يعني مسؤول أوليهم بما أنفقوا وحي بحين يرجعوا من أموالهم مالك في نكاحين بيكون بحين كالمهر أو كله معناته ان انت مركه اسبوع سنه يعني نينكم بقى لغا ربا انه واخ بخييه واخ بنغريو ميكي وديبيا نفقاني بو بخينيا هذا هو انكم مركه لبا قيبود بين منيا فصالحاتك وهو انك صالحاتك وناسن قانتات مضيعات لله الهي بي اضيعيا هو انك صالحاتك وحلو يقانا كو الهي اضيعوي حدنا قائمات بحقوق ازواجهن لا لا تسكو درسده وقلو قانتك وحكينيس ان الهي اضيعدو زوجك حقوق دي سنة بلوت حافظات للغيب يعني ننكم مركم مقية هنا ويحفظنا يسايو يعني نفتي دي ويحفظنا يسا يعني يحفظ يحفظنا ويحفظنا يان في غيبة الأزواج رقوا مركم مقيهين ما يجيب حفظه وحفظه يسوقوا جم حيث يجي نفسي ونفتي دي والمال مالك يحفظنا يسا سرت الزوجك حتى ويحفظنا يسا عده إيش يسا ملك فإلالنا يسا فصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله إلهي وحا وكحفظ الضلبي وفي إلهي كإلال الضلبي وإلهي بأينا إنتا صدن بإلاليان يا إلهي كحفظ الضلبي يعني حافظات للغيب هاتم حاله وقيلية هذا ننكو بركو قريق الجوهي أسلاح وقريق الجوهي وقفكي وحبا حمانا لوغي يا الماي لكن مركو مقيا هاي يا لأي يا بأينا هدي قفكي هدي إلهي كفق يموهي هدو دون روح دون روشك سوين قرامك مرك حافظات للغيب وهي بما حفظ الله إلهي وحك إلى للطلبه إلهي حفظيان مرحبا. وأما الحديث وحديث فمنها وحكم الحديث عمر بن الأحوص السابق في الباب قبله باب قرآن كسوة مرمي وعن أبي هريرة وحالقه ولي رضي الله عنه قال وحي قال رسول الله يفر صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل منك هدوء إيه إبراهة وحاسك سيلا فلا شيء يغشي سهدوء آية ويعني نصيحة كيو بعض اللغة جيدة بغشاسي هذا يعني هدوء ويرو وفلم تأتي إيسا أيماني ويدي فبات وبريه قلبان حالو يهمدو عريسا عليها دشير لعنت هالملائكة ملائكة لعنت إيسا حتى تصبح إلهيك وابريسا متفق عليه. وفي رواية لهما رواية مسلم بخاري بأيورين يعني إذا باتت المرأة ناكتي هدوء بريدو هاجرة حالي تايمد كهاجر في فراش زوجها منك فراش كثيرة كتك الكاثر كثيرة حتى ويدي يا حنب لعنة ذا الملائكة وملائكة لعنة ذي سوحة تصبح إلهيك وبريستو. وفي رواية قال الرسول الله يحيي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي معبود دام قدر في نفسي نفسي بيده يكس وانتهي بقدرتي ما من رجل من مجل يدعو امرأة حاسك سويري إلى فراشة قوش ويري وفتابا ايدي ليس عليه الا كان وحوانيا الذي معبودك في السماء امره وسلطانه وعلى ساخذا عليها بدو عرس حتى يرضى عنها الى اكرانه. نعم تاسد ايمان ويدو
إلا أن نكر يحرال الجلسة إله هو عرسين يرى إلا كان الذي في السماء لما تفسير باكجره هذه حقيقة عن لغوة ملائكة الوجهة إلا كان الذي في السماء وملائكة سبب جوكتها ساخدا عليه هو عرومي أما إله هو عرومي يعني هو الذي في السماء هو إله يعني إله أمر كيسية تصرف كيسية مامل كيسية سمده هو هذي ما ساخدا عليها مدو عرسين بنغمية حتى يرضى عنه إله وأطيه لك كرة لنوضي ذلك لتو من واقتره ومن بركة جيبك هي برا يذا سوا حبوب الزوج بالليلة نينك أشكال سيدي سوا هذو مرة سأسوا ودونه وطلبيه واجب يكتا يناسين يكوا أبعده وحذره شرعه ومنعنا يهدون جنوه وعن أبي هريرة وعلى قبري رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحن نبقى الله يحل لامرأة نار حلال أما أن تصوم إني صومته وأصوم صومة وزوجها شاهد نينك يدي وجوب إلا بإذنه وأصوه إدمان مويان ninka iyo guriga joogo inay iska soo soonto oo soo sunna iska soo soonto lama kala waxa xuquuqda dadka ka weey xuquuqda dadka laakiin inuu asawu idmo oo wasoomi karta oo ilaado mow wala taadana inay idan tan ma banaana way fi bayti gurigiisa ila biidini inuu asawu idmo mooyane qofla arkay inay guriga iska soo galisa ma mutafaqun alayhi wa hadha lafdh al-bukhari wa an ibn umar radiyallahu anhu wa an nabiyyi sallallahu alayhi wasallam qaal kullukum ra'in lamma antum mas'ul batin burnabu وكلكم مسؤول كلكم دمانت مسؤول والذي ويدين عن رعيته قبل أرجوه إلى الرعسلية الذي بوالويدين والأمير منك أميرك ذاتك وقامنا يا مدحلة راعي راعي وي مثل إلى لين لقد البيه والرجل منكم الراعي وي على أهل بيتي منكم قرق يسوء مسؤول كيها والمرأة ناتنا راعية وهي مسؤول كتا إلى لين ليس على بيت زوجها منك يا قرق يسا هي ولدي عرورتي يسا فكلكم دمانت راعي باتين وكلكم مسؤول عن رعيته قفل اركو مسؤوليتي ساده ولا ويدين دون ولا ولا حتى اتفقنا عليه وعن ابي يعلى وعن ابي علي وحلقه وريه طلق ابن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل منك هدوء يرى زوجته وحاشكس لحاجتي هدوء يرى دنتيس فلتاتي هو ما تقول انه مربى هدوء دنتيس ويرى فلتاته الا والا هو ما فامر حوتي ما خير الدقدق وإن كانت هذا أهاتو على التنور مفيدة هدوه ودك أكبر فرده جكرة عبدال فرده هدوه مرؤية وإن سيدك دك أقوي مر رواه الترميد وأوري والنساء وقال حديث الترميد يحيري حديث حسن وحديث ونس وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت هدان أهان لها والنبي أمر من أمر أي أحد نحد أن يسجد لأحد قفك لإنه أسجده لأمرتم مرأة نالتا أمر لها بري أن تسجد لزوجها منك إذن أسجد واحد بن آدم وقف بن آدم أسجد ومر الجنوب حال ابن آدم من متيسنين إلا سجود سجود إلهي بأسكاله وحق الله إلهي بأخاص كتاب لكن نروح إلى هدو قف السجود لها قف ابن آدم إسلام بقى منك يلي سجود إليه وهو أمر الله إليه منك يلي وحقوق ذو كله يا فرب لنده رواه الترمذي وقال وفي الحديث الحسن صحيح ولما له عليها من عظيم الحق وحق بكل الواجب الآيات الواجب القيام به إنه يقوم كان واجب يقوم سوف تحديثك وحيا هاي منك على إلى قيس بن سعد بعد ما يقول أتيت الحيرة ما سحيرة إلى هذا تجي فرأيتهم يسجدون الآية لمرزبان ولهم آية من أي يعني ما أحد وضعها أي أسجودين فقلت وحان ربوي حق أن تسلم يسجد رسول الله أحق أن يسجد له رسولك إله لك حقنا بأن كان إلا سجود هذا أي منك على سجودين إن رسولك إله لا سجود لك لا حقنا بأن فقالت أن نجد أمي مدو فقلت وحان ربوي إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم من ملحه وأيضه إليه أيه أسجوني وقلت لحامده وأيه فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك هذه إنا كحق لمبه أنت يا مركة قلبه يكسر على قال يوحي النبي يا إلهي قل رأيتك والإنسك لو مررت في قبري قبري إذا عدت ومرت أكنت تسجد لي ما يسجد لي فقال خير الله قال خير فلا تفعل أي لو كنت ولكن قبل لادنا أسجد يقول ابن آدم هذا قف السجود أيه وأيه وجبده يعني منك هذا السجود لهذا لكن ما تقدر تقول ابن آدم قف السجود أيه وعن أم سلمة رضي الله عنها قال ذو حيدر قال رسول الله يحيي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نأتيك وهو ما قدمت وزوجها والحال زوجها منك هذا راض عنها رال أكيد منك هذا وكرال أهي دمت دخلت الجنة الجنة لجيس وحشر ذي وكان اللقمة حذفين حتى عطي واجباتك كانت اي واحد اي اللي يعضى كله واللوط مدافع يا مربع زوجك يدوك الرالة يدوك هو الترمذي بأوري وقال حديث حسن
وعن معاذ بن جبل وحالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة ناقية فديم زوجها من كذي أي لا تؤذي مدبت امرأة ناقية مدبت زوجها من كذي مدبت أي ولا الناس في الله قدر لا تؤذي امرأة ناقية مدبت زوجها من كذي في الدنيا أدويرك مدبت إلا قالت وحيده زوجته زوجتي في من الحور العين حور عين تنكبه قبيح حور عين تكمله لا تؤذيه هدمت هاي قدم بيلاد قاتلك الله الله كل عنا ذا فإنما هو أصل عندك أقدار الدخيل المرتب كوي هاي قدم يشك وحوده يا أن يفارق كي إنه كسوف فارق إلينا حقا أنه كسوف فارق وحيربو بكل جوغاي وبس كسوف دمان دوناي وكسوف دافي دوناي هدمين ساسي حق كسوف مركا دمر الأركاء وإن حور عين تكسوها بارتون وإبتلا موتها وامتحان مركا أولكو وإن كتبه الصدام إذا رجل رجل إني كلام أو بنت أو كلام لا يا أو قبضاء حرعين تانا دوا قبضاء قتر أولون أو أنا عنوفت لكريا دي صوت فتحالي فضة دم معنا لي يا بار كيير ملحا يكون لطو ملحا يسارا يسنى أدويد واحد يحدي دي يالوك خير بني عديد إلا دي أدويد أصوى بهي لهينا وراح الميشة قصوا بحي الميشة ودع له وإفتين له وراح يمور كذا ودوا الدولي قبضاء سهل كاتاين وتروضاء فرقه كاسو يلي هذا يقول إن هديمين مرتب وقتها لكي هاي هاي يربوط وأجدوا بها وقصوا بها في دونها رواه الترمذي وقال حديث حسن طبعا المؤمنات قوة الدنيا الجواء إلهي أبيعي ونسلنا مركي جنة اللي قليه ويكبوا رح بنام بالي حرعين تنوع على الوت الماما يوكسي درينون هيا كبوا رح بنام بالي حيلا خلق اللبات بالوع اللي هتكو مركي جنة اللي قليه ملتا إنا أنشأنا هن إنشاء فجعلنا هن أبكارا بإلهي عربا أطراب أبور لبات من أبورينا markaasan wax yar yar oo bikaaraan ka wada digayno isku joo oo wada nasbixiso haddana ku soo roobay dhiyo 33 ay wada jiraan dadku wax gabooba iyo majid aad wada qurux badan oo midowida kala ka dara marka xaalad gabdhaha dunida joogo maxay ugu qurux badnaayeen kuwa aqal xurciinta jannada lagu abuuro dadku dibay soo mareen bal cidaadi u soo cidaadeen nabiga sheedaan bal soo dagaalameen dibaato far badan iyo takaalif bay soo qaadeen iyo dib badan marka way ka soo qurux badnaayeen marka midii xuquuqda guudato oo ilaahay ka raali noqdo saa ku dhimato وين جاه ورعين تبغى كسي داري الله تبيده قال حديث حسن وعن أسامة بن زيد حلقه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت كمثل بعدي قلاشي فتنة فتنة هي أيضب أضر قدرا على الهجال الرق وقدرا من النساء هوانك هوانك فتنة قدرا الرق وقدرا أنا أدويده كمثل بن نغو فعيلا إن لو في النور هوانك آده أبنيه الابتتان بهن أشد منهن بغيرهن وحكى لإن لو في النور وحا أبنيه هوانك لبنيه ساعة أوبا، أي أي. إلهي بس يبغى يزين للناس يحب الشهوات. رجع وحلو قرحية نفط وحي جعسها يوم من النساء هوان أبو الله. ثم ركع الله بالعفير. فعلى وحي نفط جعلي. يا آيات المتري في سورة آل عمران. يزين للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقدرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إلهي. أنت صدام وحي نفط جعلي ذي. الدنيا كوك رح بنين الزينة الدنيا الأول حوانك أبوه الرأي قالوا في المبيا قال حوان ويقع في المساعدة حب الرجل ولده الذي هو من امرأته التي هي عنده أشد من حبه لباقي ولده حتى عرورت أدوه أبدا الشيء إسلامت أدوه قال أدو جعسة المولد كوك لما فجعسة حبه أيضا أجعسة إذا المولد حتى يجيدنا يفيد إيه أيضا جعله أدنى واجعسة حتى وين كان النبي مركل التلمام عليه الصلاة والسلام تعالى إذا عايز بنت أبو بكر بقى يجعلها قف على قفتي أيضا وناجين حتى وسيج علامة الريف مركل دم أصحابته غير وحيد جارين إن أي ذا مالك ونبي قل عايز جوله إنه والبعضو كفر حين كان كفر حين إنك دون إن الله حكيم أما إنه كفر حين مركل قل عايز جوله ملون دور منه محال الرواء عائشة الرواء قل إذا هذين نبي قل إذا الوحي ترامه هدي لك أنا وحلك كيانو والفرحة يسعيدي هذي عايشة فرحنا النبي فرحة يدي صباح مركة خلية من والبوة وأنا يكون فرح إلى الراديو عايشة كفرح مولي إلى أولك كلا جروب أي نغضانو أي بقوص يرقلان النبي اللي عايشة يعني أولك على إلهي كذبقه يعني مركة دمه إلى هايقود من عايش عايشة حد جايلة هايقود من النبي قبر لي عن اللحاف كي أنا مبقى دانو اللي هو نبحي يقوسه دليا ونايقى هاي المجري سنهي دايب عليه الصلاة والسلام مرحبا أيضا مرت رساء وجع الله خديجة بنت قويل ذا يوم كم سيد جسوا وظهر إن سوسو بيعرف كل الرئيس مر الله مركو هذا الكنسوق عليه خديجة أباد كوه ساي هبار الدقة هو دمتي ومر رسك دمتي
متك خير بدن إلهي كوجود بدل ما هذا وش يصير سام بيلاه مرك هذا النبي ليه إن هكذا وكذا ساتي 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 هاي ساتي أولادي بس لازم مرك النبي ليه مرحبا مرك وحوي ويا قفكو يعني وها أوجع لازم وها لوحي وناجي أما لحد إذا ناس نبوس يجع لنا يوم بعضنا فقط على العياد عروسه ولا مفقهية غير كذا أيوه يعني واجمنا بين الوجه لهذا قال الله تعالى وعلى المولود له مثل وحلوه بلاي وحكر كيسا مثل وحلوه بلاي وإلمها نيكا بلاي رزقهن إلمها إنه رزق سيئ وكسوة تولينا أرى البحيث بالمعروف سيئنا يوه بالمعروف وحلوه هدو غني هنا لحال الله رب ذلك أغنية لأن فقدوه هدو فقير هنا كوة فقراء لأن فقدوه هدو تحدحات هنا كوة تحدحات وحي بحيان بالمعروف أن وحدها يتنن فلينفق بحي مما آتاه الله وحي إله يسيه لا يكلف الله نفسا نف إله ما كلف إلا ما آتاه كل شيء مهيان فعكر إله يكلف ما فعنا يعني مرحبا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار وسلم أنفقته في سبيل الله إله وزيزة تبحث ودينار وسلم أنفقته في رقبة أدون أتكحرس ودينار وسلم تصدقت به أصدق إذن على مسكين ودينار دينار أنفقته أتبحث على إهلك إهلك هذا أعظم وأجر مثل أبو أجر وين الذي كيوي أنفقته على إهلك إهلك هذا كبير اللي بشي ما قصوا بنا واجب إلهي نواد قدتي هذا إلمه نواد نفقه سوى يعني إبداء بمن تعوله وين ذات قالوا أن نفقه يتكب الله ورطه رواه مسلم وعن أبي عبد الله وحالك وري يقال أبو عبد الرحمن نواد يا صوبان بنو يعني بنو بجدد وهي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار أفضل دينار دينار مثل وفضل بدن وينفقه الرجل نكو بحنا يو قف وحق وفضل كان وفضل بدن دينار وشيل وينفقه على عيالي عروتي سوكون نفقه ودينار دينار وينفقه وكون نفقه على دابتي فرس كيسا ودون إنه كدول في سبيل الله يودول ودينار دينار وينفقه وكون نفقه على أصحابه أصحاب في سيدتك لا سعد في سبيل الله مرك ودون إله الوجر جهاد بالوجر وعنه سلامة رضي الله عنه قالت قلت حالي يا رسول الله هل لي أجر وحجر مكيليا في بني أبي سلمة وأنك أبي سلمة عرورت أن أضل أن أنفق عليهم إن النفقين ولست بتاركيهم كل ما بكتك إيهو هكذا وهكذا سلاس يعني أغتك مهيئة يعني يتفرقون لطلب يعني قوته يمين وشمال وحي لا لا أنا أحوغا وحبان هيا إيه آن هيا مالك أيها هدان سيا أبيلك ننكو كوة جبه سوما مالك إلميها نغو نوان قلي لكن wax ajira makeele ya ayagii inay kala ayaa aanu risqi doontaan meelaha wareegan deyn maayo kullay deyn maayo deelmi haniga dalay inma hum ayagu bani carruurtaydu ha halli ajru makeele ya fi bani abi salama anu fiq aleena nafaqiy wala su bitariki tarikati kullaba kama tagayo hakada wa hakada ayo midig iyo bidhu kala ya ayo risqi raatanay inma hum ayagu bani carruurtaydu way faqala wuxuu nabigu naxam laki ajru ma anfaqti alayhi wax alla wixii aad ku nafaqayso ajir makeele وسوف كان هذا فقير هذه نحوجا إلى يقودي به لا هنا يقبضون نفقيس المه هذا ينك هنا نفقيس أو أجر فلو هذا وسجد تفضل إيسا وحبه واجبكم هو واجب منكم بالقولي لكن أيض أجر بيته إيسا هذا يسبب متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه طويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أُيِّر سعد بن وقاص وإنك عدو لم تفق النفقة أن تبتقي بها وجه الله أدو من نفقه نفقه بحيث إله رديه سأتكو دونيس إلا وجدت بها والغاء جسيني حتى ما تجعل فيه في امرأتك حاسك هذا واحد أفقه قل لي سبع الله كذلك متفق عليه حديث ظهره أنك سمر وعن أبي مسعود البدر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل لك هذا النفقه على أهلي يحتسبها سوى أجر راتني هو له صدق صدق يوم قولي سأي أجر متفق عليه وعن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه قال وفير قال رسول الله وفير صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء قفك وحا وفلا اسم الذنب وحاوفلا أن يضيع إنه ضيعه من من يقوت دتك ونفقيني دتك وبيلا يقوت كسيني إنه ضيعه أنت أسامة الذنب وقفل حديث حسن صحيح رواه داود وغيره ورواه مسلم في صحيح بمعنى قال كفى بالمرء اسما أن يحبس إنه كحبس ونفقه عمن يملك قوته دتك وقوت يعني لعنته وبعنته وبهي وعن أبي هريرة وحال لقوري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم المجر يصبح العباد فيها ضمها يوابر سنيا إلا ملك علي لما ملك بأيين دلال سودك فيقول أحد ومتكوذ حدي اللهم عبد منفقا خلفا منك واحد بحي إله بدل سي أبدل ويقول الآخر كي كلام وحده اللهم عبد إله سيو ممسكا كي هاي سيو عشان يتلفا إله كذب متفق عليه وحي هذا سيادان إيه كحباس إما هاي سيو إله إما كادل وقباس
وعنه حلق وري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي اليد العليا قعنت كرئيس خير وكخير بنت من اليد السفلى مده هوسيس ومد عليا وحوي هي الموثقة مده وحبين إيسا النفقات كبيرة إيسا النفقين إيسا ويد عليا سفلى ومده أخذ وحقالنش وابدأ بالله وبمن تعوله تتك هذا النفقين إيسا مركا دون إيسا وحبيحيسا تتك هذا النفقات وكوة جبتب الكورمة كوة مركا وحسيسا كده وحي كسوها رمى ذلك كالسيد ويعني وخير الصدقة صدقنا وحق خير بذل ما كان عن ظهر غيره ويحق كفتهم ويحق مركب بحيث هذا وقال أش الله إنه هذا دين ورمحان سيقول بحيث هذا قهو فعان هذا دين تاسع وخير بذل يا ويحق كفتهم طول مسكبح وخير الصدقة ما كان عن ظهر غيره ومن يستعفف نكي دور صدق يعفو الله إلهي بعد دوره حدال إس دور طوء باهيد هذا يحق يسكوح لصدقك هذا كعمها وورسن هذا قيلين إلهي بقى وحق كل دور صدق وصير ومن يستغني منك دقت ومن يغني الله إلهي بادغي رواه البخاري بحديث كوريه مما يحبه ومن الجيد باب طلب الإنفاق بحن الله طلبه مما يحبه قفه وحاو جعليه وحاو جعليه إنه بحيه أهر مرسله ومن الجيد شيء ونافسن شيء جيد ونافسن قيمها بذن إنه بحية أي أبابي هاي إنه السنة هاي ونسن قال الله تعالى إلهي وحير لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر بر جار ميسان دول إلهي لن تبلغوا حقيقة البر الذي هو كمال الخير برقة حقيقة دي سمت جار إيسان برقة أثناء وحوية خير كامل لمدي حتى تنفقوا إلى أذ بحسان مما تحبون وحا أذ عشهن من المال مال أول وحا مال كوه جعشهن هو مثل يعني مما يعمه وغيره مال أما هذا أما وحك لما هذا وحا أذ عشهن إلى أذ بحسان ومال كهذا اللي قريه وحك المحوية كبدل الجاه جاه أذ بحسان في معاونة الإخوان والبدن في داعة الله وحد جعشه واجهه هذا أمالين يعني قف يعني هذا أدو ميسان كيف جيسو أما حاجه أدو قصوين هذه وجهة وحلوه قمنا إيه إن هذا وكال ميسو دادك وكال ميسو وحي يعني واجهك ونسو بلن كاقا وين أدعى إلهي كبه حيث وحد جعشه إمالا بلن كاقا جير كاقا وين أدعى إلهي كبه حيث نبطى له وإن الجيس بيد الله كبه حيث إن أدخل دمتو يهين الدين تكوكور يسو نبتا واحد تجعش المال إن أزيز بالله كفر مرقى واحد جعشه المال كي غير كي ويسوق لي أن الله بحسان حقيقة البر مقار إسان وجنة خير السماء وقال تعالى إلهي وحر يا أيها الذين آمنوا كو إلهي النبي الرمية وأنفقوا بحية من طيبات ما كسبتوا وحاد كسبتين كان أبو ناسن حلاشة بحية طيباتك يعني وحا اللي لذا وحا حلاشة وناسن آية أو أمثل من خياره هو مثل النفيس كأول وحدك أصوى كسبتين كيس النفيس هو آد هو ناسا بحية أما حلاشي سبحية ومما أخرجنا لكم وآية ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض أرض الله وحان إنك غسو صار لذلك وحان إنك غسو بحيني كيس يعني كيس وناسا بحية أو حلاشا أما مثل أبو وناسا نفيس كأخير كبلون ولا تيمموا الخبيثة ولا تيمموا هوق الزنا الخبيثة شيء حن هوق الزنا خبيث يعني ووحر الردي أهو قيمها بدن اللهين تنفقون حال أذبحين إنسان منه أي مما أخرجنا لكم وحن إنس وصارنا وحد بحين إنسان كيس الردي أهو عن قيمها اللهين خاتب بحين إنه إلهي خاتب بحين ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه فأولي بالغدر وحا قبيس هو قيمها لهين الرقيس تو اسكجبان وهذا أذنك اللي انسينا حتى إنا قاتل إلا أن تغمدوا فيه إن هذا الله الله أبطان الموضي اسكقالوا الموضي وحا أنك فرح قليل إن أذونا صدقها كدقنن وحا ذلك ومرك الوسو تعالى كفر حلهي فحصو إلهي ورتي صبح أقول قول هذا وصفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.